السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. هذا الفيديو إهداء مني لليوتيوبر أبو نهال. بسبب ظروف الحظر كان وده يغطي لكم السيارة بنفسه، ولكن إن شاء الله نكون محل النفس ونغطي السيارة. ومثل ما عودتنا يا أبو نهال كان لك ستايل معين اللي هو الكاب. اليوم جبنا الكاب لأجل عينك عشان إيش المتابعين يحسون أن أنت اللي واقف معاهم. أترك المايك لك، غطي السيارة بصوتك وأسلوبك الممتع مثل ما عودتنا يا أبو نهال. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، رمضان كريم وكل عام وانت بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، بخصوص انه قربنا نهاية هذا الشهر الكريم. بحكم اني في ينبع وأقرب فرع شانجان لي بجدة، ومع الحظر تعرفون ممنوع السفر بين المدن، بس أخوي عمر الله يعطيه العافية ما قصر، صور لنا السيارة عشان نفيدكم بالجديد دائما. وبسم الله نبدأ تغطيتنا اليوم لسيارة شانجان CS85 موديل 2021 الجديدة بالكامل. طبعا تجينا لأول مرة بالسعودية، وتصميمها يعتبر كوبيه، وسبق أن نزلت تغطية عنها وهي بالصين، واليوم بنغطي لكم وهي بالسعودية وبالمواصفات السعودية. طبعا السيارة جاية بفئة واحدة، فئة الليميتد، وتعتبر فول اوبشن، وسعرها 95,000 ريال بدون الضريبة، وبالنسبة للضمان 5 سنوات او 150,000 كيلومتر ايهما يأتي اولا. وبالنسبة للمحرك، 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو جي دي اي، يولد 233 حصان، والعزم 360 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة اوتوماتيكي ب8 سرعات دفع امامي. وغطاء المحرك يفتح عن طريق المساعدات ومعزول، وأجزاء المحرك مغطاة بالبلاستيك بشكل كامل زي ما تشايفين. وكصرفية للوقود، اللتر الواحد يمشيها 13.9 كيلومتر بتقييم ممتاز بلس، بنزين أخضر، وسعة التانكي 58 لتر جاي جهة اليسار. وكأبعاد للسيارة، الطول 4720 ملليمتر، والعرض 1845 ملليمتر، والارتفاع 1665 ملليمتر. ونجي للواجهة الأمامية، السيارة فيها التشغيل عن بعد، وأيضا تحريك السيارة عن طريق الريموت، مثلا تبغى تقدم السيارة أو ترجعها في المواقف أو في الأماكن الضيقة. وأيضا فيها الركن التلقائي، يعني السيارة تركن نفسها بنفسها بدون تدخل السائق. بإذن الله لما نأخذها تجربة قيادة نجرب لكم كل شيء. وبالنسبة للإضاءات، فل LED مع حركة ترحيبية زي ما انتم شايفين، وأيضا الليد النهاري والإشارات LED. طبعا إضاءة العالي والواطي في عدسة واحدة، والعدسات الأربع الصغيرة اللي شايفينها لكشف جوانب الطريق. وفي الأسفل عندنا كشافات LED وكاميرا أمامية من أصل 4 كاميرات محيطية لتعطي رؤية 360 درجة، ورادار أسفل الشبك، وفيها حساس المطر في الزجاج الأمامي، وحساسات أمامية وجانبية للركن التلقائي. ونجي للجانب، عندنا الجنوط بقياس 19 إنش، والكفرات من شركة يوكوهاما، والمرايات الجانبية فيها إشارة LED مع خط كروم، وتتصفط كهربائيا، وفيها كاميرا والتسخين لمنع تكون الضباب، ومقابض الأبواب فيها لمسات كروم مع الدخول الذكي، وأيضا خطوط الكروم على حافة الأبواب، وتانك البنزين جاي جهة اليسار. طبعا السيارة جاية بتصميم كوبيه، يعني منخفضة من الخلف، وخطوط كروم في كل مكان بالسيارة زي ما انتم ملاحظين، والإضاءات الخلفية جاية متصلة مع خط كروم، وكلها LED بتصميم 3D، والإشارات وإضاءة الفرملة واللوحة أيضا LED. أما الريوس ولمبة الضباب إضاءات هيلوجيني، فتحات العادم عددهم 4، وحساسات خلفية وجانبية مع كاميرا خلفية، والشنطة تفتح كهربائيا عن طريق الريموت أو عن طريق الزر. وهذه مساحة التخزين، وأيضا فيها إضاءة للشنطة، وعتبة الشنطة فيها قطع من الكروم عشان القطع هذه ما تتخدش بسهولة. وهنا الكفر الاسبير، عبارة عن كفر صغير وليس جنط خامس، والمعدات الخاصة بالاسبير. طبعا الشنطة تغلق بشكل كهربائي عن طريق الزر، وأيضا تقدر تقفل عن طريق الريموت. والرقم 360 تي يعني التورك، يعني تورك السيارة 360
نيوتن متر وليس حجم المحرك. والآن نجي للداخلية ونبدأ من الخلف. ما شاء الله أغلب الأجزاء ملبسة ومطرزة بالخياطة، وكألوان داخلية تتوفر بلونين أحمر مع أسود أو أسود بالكامل. والمقاعد الخلفية عبارة عن قطعتين تقدر تثنيهم لتوفير مساحة أكبر للتخزين، وفيها مسند وسطي، وعندنا فتحات للتكييف الخلفي مع منفذين USB. والسقف جاي باللون البيج، إضاءات LED للداخلية، فتحة سقف بانورامية، بيانو بلاك في الأبواب وبعض الأجزاء للداخلية. نجي للأمام، ما شاء الله تبارك الله في تخزين للمراتب، وأيضا تحكم بالنوافذ بشكل كهربائي، وأيضا إضاءات داخلية ب 64 لون تقريبا. المراتب الأمامية بتحكم كهربائي، ومرتبة السائق فيها وسادة للظهر. المنطقة الوسطية هنا في منطقة للتخزين تحت الجير، طبعا الجير جاي كهربائي وليس تعشيق. الداخلية ما شاء الله جميلة جدا، ايش رايكم في التصميم؟ الطبلون ايضا مطرز بالخياطة، وهنا زر لتشغيل المحرك، واول ما تشغل السيارة الشاشة الوسطية وشاشة المعلومات ترحب فيك، وهنا زر التسخين والتبريد وايقاف الحساسات والركن التلقائي والفليشر وتنبيه الخروج من المسار وتشغيل الكاميرات الأربعة وتبريد وتسخين للراكب. والعدادات عبارة عن شاشة بقياس 10.25 إنش، والثيم يتغير حسب وضعية القيادة، والشاشة الوسطية 12.3 إنش وتقدر تعرض فيها شاشة الجوال، والنظام الصوتي بثمان سماعات وإضاءات محيطية ب 64 لون تقريبا تقدر تتحكم عن طريق الشاشة. البي عبارة عن زر في نفس عصا الجير، والجير كهربائي وليس تعشيق، وهذه رؤية 360 درجة وتقدر تتحكم بالزوايا وبشكل 3D زي ما انتم شايفين. وهنا البريك الإلكتروني ومنفذ 12 فولت ومدخل للذاكرة ومنفذ USB ومنفذ لشحن الجوال ومدخلين لحفظ الكروت. المنطقة الوسطية مطعمة بالبيانو بلاك وفيها حافظات للأكواب، وزر الوضعيات فيها الاقتصادية والرياضية والثلوج، والتحكم بالتكييف بشكل إلكتروني ولمس لأنه عبارة عن شاشة، وأيضا مناخ مستقل للراكب والسائق. قطعة البيانو بلاك اللي بالطبلون بداخلها أيضا إضاءة، والمراية الوسطية تعتيم يدوي، وهنا الإضاءات الداخلية LED مع أزرار تحكم بالبانوراما، وهذا شكل البانوراما، والسيارة فيها فل إرباقات. وبالنسبة للشاشة الوسطية نفس شاشة سيارات شانجان اللي صورتها من قبل. وننتقل للدركسون، طبعا الدركسون ملبس بالجلد ومطرز بالخياطة باللون الأحمر، وخلف الدركسون عندنا مبدل السرعات شيفترز، ويسار الدركسون عندنا مثبت السرعة والرادار والوسائط، وعلى يمين الدركسون عندنا التحكم بالصوت والشاشة، شاشة المعلومات والمسارات ورد ورفض المكالمات. وهنا التحكم بالإضاءات الداخلية والخارجية وفصل مانع الانزلاق والمساعدة في نزول المنحدرات وفتح الشنطة وإيقاف المحرك تلقائيا أثناء وقوف السيارة. وهذه كانت تغطيتنا السريعة، وإن شاء الله نجربها قريبا ونعطيكم تفاصيل أكثر. بذكر لكم أهم مواصفات السيارة. كمواصفات الأمان، السيارة فيها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، ووسائد هوائية جانبية أمامية، ستائر هوائية جانبية، ستائر هذا المقصود كإرباقات يعني مش ستار اللي على الباب، قياس ضغط الإطارات، نظام مانع انغلاق المكابح، توزيع قوة المكابح إلكترونيا، نظام الحفاظ على الثبات، نظام المساعدة على صعود المرتفعات، نظام المساعدة في نزول المنحدرات، مكابح توقف كهربائية، حساسات أمامية وخلفية. كتجهيزات ذكية، السيارة فيها الاصطفاف الذاتي، اصطفاف السيارة باستخدام الريموت، نظام القيادة المساعد، نظام كشف المنطقة العمياء، نظام التحذير من الخروج عن المسار، ونظام التحذير للاصطدام من الأمام. وأيضا السيارة ممكن تسوي فرملة تلقائية أوتوماتيكية في حال أنك أنت ما انتبهت للسيارة أو تسبب في حادث. أيضا فيها فلتر لتنقية الهواء من الكربون النشط. هذه كانت أبرز وهم المميزات لسيارة شانجان CS85. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. كان معكم أبو نهال، ولا تنسون تدعمون قناة أخوي عمر الهزاع اللي ما قصر صور لنا هالمقطع وتعب نفسه وصايم، طبعا هو من الشرقية، والنعم فيه والنعم بالجميع إن شاء الله.
واي واحد مشترك جديد في القناة حياكم الله، نورتوا القناة ولا تحرمونا من دعمكم. اقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وكن مبتسما دائما في امان الله.